خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نمر سريعا على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ في احتفالية عيد العمال، وبتستعرض المبادرة جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة من خلال عدد من المشروعات الكبرى اللي بتستهدف جذب العديد من الاستثمارات الصناعية وزيادة نسب المكون المحلي لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية. النهاردة هيقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم. هتقدم أغنية أمل حياتي وأغنية عودت عيني، وده في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى في تمام الساعة 6 مساء والثانية في تمام الساعة 8 مساء بمصاحبة فرقة العرائس. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 20 من الدوري المصري. هيلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش في الساعة 7 مساء، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.